Ada kan sama dengan يا سلام. اليوم العشاء قيمة بالطريقة الهندية، هذه الطريقة الأصلية. السلام، هاي الطبخة اللي تأكل أصابعك وراها. بالعافية. هاي خضرة عليه كذي، الله. وآخر شيء الليمونة، وهذا الخبز بعد. يا سلام. كذي يا أحد. شوي ليمون قليل بس. قليل من الخبز. تعطي الحركة، شوف وتروح عليه. تسلمي اللي سويته صراحة زوجتي. لذيذ.